في ظل استمرار حالة الطوارئ بسبب الحرب وتأثر الناس بالأخبار المتلاحقة نفسيا، هنالك من يبحث عن وسائل طبيعية تخفف من حدة التوترات، وقد يكون الطب الصيني واحدا من هذه الوسائل. عن هذا الموضوع نريد الحديث مع المعالجة بالطب الصيني وطب الأعشاب إشراق خير غضبان، التي تنضم إلينا عبر زوم من البقيعة. اهلا ومرحبا بك اشراق. مساء الخير، يسعد اوقاتكم. فينا، متى بدات علاقتك بالطب الصيني واين درست هذا الموضوع؟ انا اشراق الغبان من البقيعه، بلشت في علاج الطب الصيني تقريبا من 13 سنه في عياده خاصه عندي في البقيعه، الي ولجوزي. لاي مدى يحظى الطب الصيني باقبال من الناس في مجتمعنا؟ اخر كم من سنه تقريبا احنا شفنا اقبال اكثر من السنين اللي قبل ذلك. احنا ما كانش في عندنا معرفه في المجتمع تبعنا عن اهميه الطب الصيني وعن شو بيعمل وكيفيه علاجه، فالاقبال كان عندنا اكثر باخر تقول 3 أو 4 سنوات بعد الكورونا تقريبا. هيك فتره الكورونا بلش اكثر اقبال للطب البديل، الطب الصيني، طب الاعشاب، صار في ايمان اكثر، وصار والطب الصيني وطب الاعشاب كمان اثبت اهميته وأثبت إنه هو علاج أولي تقريبا لجميع حالات الأمراض. هل يساهم الطب الصيني فعلا بتخفيف الشعور بالتوتر؟ طبعا، لأنه الأبر الصينية هي بتحفز الجسم على إنتاج هرمونات اللي هي مسؤولة عن إدارة المشاعر والسيطرة على هرمونات التوتر، فهو بيساعد في تخفيف التوتر والقلق، بيساعد على جودة النوم، بيساعد على حالات الهلع، على حالات الاكتئاب. هل لك تحدثين عن تجارب علاجية قدمتيها وحققت أنت شخصيا نتائج ملموسة؟ القصد هنا علاج بالطب الصيني طبعا. طبعا، احنا بعد الحرب شفنا كثير حالات هلع، حالات كوف بالذات في المنطقة الشمالية. الناس مش عم تقدر انها تتأقلم مع الوضع الموجود، صار في اكثر حالات اكتئاب، حالات هلع، حالات خوف. في كثير ناس اللي عم توصل لعنا اللي هي مش عم تقدر تنام بالليل، او مثلا بتنام بس جوده النوم عندها كثير شو بقولوا، انه النوم عندها مش مستمر، يعني بفيقوا كثير في الليل، بفيقوا كثير تعبانين الصبحيات. فالأبر الصينية لأنها تشتغل على الدورة الدموية وعلى مركز الأعصاب، فهي بتساعد في هاي الحالات، إنها هي بتخفف حالات التفكير الزائد، وبالتالي الجسم بيصير ينام أكثر، حالات الهلع بتخاف، الجسم بيتقلب زي مثلا بنعمل بقولوا حبور بوف نافش بين الجسم والنفس. من تجربتك، يعني هل الطب الصيني ملائم لكل شخص؟ طلع في اشخاص معينين اللي هم في عندهم امراض مدمنه، امراض اللي هي صعبه، فالطب الصيني ما بلايمها، او مثلا ممكن انه نقول انه في خلطيه معينه من الناس اللي لازم يكون العلاج تبعها تحت اشراف طبيب، يعني احنا بنشتغل تحت اشراف طبيب، زي مثلا حالات السرطان، زي حالات العقم الولادي، مشاكل الحيوانات المنويه عند الرجال. فهم مفضل انه يكون في العلاج عن طريق الطب الصيني باشراف طبيب. اما حالات الهلع والخوف لا، مش بحاجه لاشراف طبيب، بالعكس انه الطب الصيني كثير بيساعد مع الاعشاب. واكثر عشبه عندنا هسه احنا عم نعطيها للمتعالجين عندنا هي عشبه النردين، كثير بتساعد لتخفيف حالات الهلع والخوف والاكتئاب. اريد ان تحدثيني عن الاطفال في الطب الصيني، هل هناك ما يناسبه؟ طبعا، التبول اللا ارادي، التبول الليلي، كمان الاطفال عم بيعانوا من حالات هلع وخوف في المده الاخيره، فهم كمان بصير في عندهم تبول ليلي، بصير عندهم حالات هلع وصراخ وبكى، حتى الام بتعودش تقدر تسيطر لا على نفسها ولا على الولد في هيك حاله. فالأبر الصينية كثير بتساعد الأطفال إنه تقدر تتأقلم، تقدر كمان إنه هم مسار الدورة الدموية عندهم كثير هوين إنه إحنا نشتغل معاهم. فخلال جلستين أو 3 جلسات الولد بيرجع على التوازن اللي كان فيه من قبل. سؤالنا الأخير إشراك، ماذا عن طب الأعشاب؟ هل يساهم طب الأعشاب في التخفيف من الشعور بالقلق؟
طبعا انا ذكرت لك عن عشبه النردين. عشبه النردين كثير بتساعد على حالات الاكتئاب والقلق. في اليانسون كمان، كوبايه يانسون قبل النوم كمان كثير بتساعد لتخفيف التفكير الزائد. المردقوش، لانه المردقوش هو بيوازن الهرمونات، فاحنا حكينا عن الهرمونات، هرمون التوتر، هرمون القلق، بحط جسم على افراز قديش اقل من هرمونات التوتر، وكمان بوازن الهرمونات في الجسم، منيح لحالات العقم والولاده. في كمان خلطات اعشاب صينيه اللي هي بتكون من تحت اشراف معالج، اللي احنا بنعملها في مختبرات، اللي هي كمان ملائمه بس للاشخاص اللي احنا بنعمل لهم تشخيص، وحسب هذا التشخيص احنا بنعطيهم الخلطه اللي هي ملائمه بس لهم. فهذا كمان كثير كثير بيساعدهم على تخفيف القلق والاكتئاب، وبحس على جوده احسن للنوم، لليوم يوم بتصير حياتهم اهون بكثير. لك اشراك خير غضبان من البقيعه، معالجه بالطب الصيني وطب الاعشاب، كنت معنا عبر زوم، شكرا اشراك.